للنهوض بالاقتصاد التجاري لمدينة ورزازات، لأن الحديث اليوم عن الاقتصاد التجاري بورزازات ضرورة أساسية اقتصادية واجتماعية أملتها التغيرات التي يعرفها العالم نحو تخليق الحياة العامة. والآن مع مجموعة أعطت الكثير في مجموعة من المحطات، في مجموعة من المهرجانات محلية وجهوية ووطنية، أكيد شاركت في مهرجان أزالاي سنة 2011 وتأسست سنة 2008، كذلك شاركت في سهرة بنجوم القناة الأولى، وشاركت كذلك في مجموعة من المحطات وأعطت الكثير في إطار المحبة والوفاء والثقة المتبادلة. غادي يستقبلوا الجميع دائما تحت ثقتكم مجموعة كنا والربيع سيدي داوني.
Yeah.